قدرنا من هذه الأجواء الرائعة لحديقة شيص، هذه الحديقة الجبلية التي بالفعل امتزجت مع الطبيعة البكر لهذه المنطقة المميزة بأهلها، مميزة بما تحمله من مقومات السياحة الطبيعية المميزة في إمارة الشارقة. من حديقة شيص كذلك ما زلنا مستمرين في جمالية مدينة خرفكان، وتزخر مدينة خرفكان بالعديد من المقومات الطبيعية الساحرة والوجهات السياحية التي تجذب مختلف السياح من كافة مناطق الدولة للاستمتاع بجمال مناظرها الطبيعية الخلابة. التفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير فلنتابع. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متابعين قناة الشرقية من كلباء، أحييكم وأرحب بكم من خلال فقرتنا لليوم اللي بصطحبكم من خلالها إلى عروس الساحل الشرقي مدينة خرفكان، اللي أيضا بنتجول في هذه المدينة لنتعرف مع بعض على عدد من المواقع التراثية والتاريخية وأيضا الترفيهية اللي تحتويها هذه المدينة. خلكم معنا. مدينة ليست ككل المدن، مدينة تستقبل زوارها برائحة البخور والنوافير الجميلة التي تحيط بمدخل المدينة. مدينة هي رمز للكرم وحسن الضيافة، ترتبط مباشرة بعادات أصيلة مترسخة ومتجذرة في مجتمعنا، وترمز إلى الترحيب بالضيف وإظهار المحبة وحسن الاستقبال. عند زيارتك إلى مدينة خرفكان لابد من زيارة برج الرابي الذي يعتلي راسية من أجمل رواسي المدينة، الذي تم إعادة ترميمه بقالب حداثي راق ليشكل خطوة مهمة في الإرث التاريخي ويساهم في التنمية الاقتصادية ويشجع كذلك على السياحة الثقافية. تحظى مدينة خرفكان باهتمام كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، لما يوليه من اهتمام في المواقع التراثية والتاريخية وأيضا السياحية والترفيهية. بالقرب من برج الرابي يقع برج العدواني، الذي تم إعادة تشكيله ببناء الجبل والبرج على هيئتهما السابقة بجانب ميناء خرفكان، ليشكل رمزا يعكس تاريخ المنطقة التاريخية وطبيعة الأبراج التي استخدمها الأهالي سابقا لمراقبة المدينة وللدفاع عنها. عندما تفكر في زيارة الشواطئ فعليك بزيارة كورنيش خرفكان الجديد، الذي يعد وجهة ترفيهية لمرتديه، يمتد طوله إلى 1 كيلومتر على طول الشاطئ، ويوفر العديد من الخدمات منها عربات طعام ومطاعم عالمية وأسواق تجارية ومسارات للجري وركوب الدراجات وملاعب رياضية. ننقلكم معنا إلى مكان آخر وهو سوق بنفس المدينة. عندما تقوم بزيارتك كأنك تنتقل إلى حقبة من الماضي تعيش من خلالها رحلة تاريخية مميزة. إنه سوق خرفكان القديم، الذي يعد محط أنظار لجميع السياح والزوار لكونه يضم العديد من المفردات التراثية القديمة، فضلا عن شكله المعماري العام، حيث صمم بالمواصفات الخاصة ذاتها بالسوق القديم سابقا.
إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت جولتنا في مدينة خرفكان اللي تعرفنا من خلالها على جميع المواقع التراثية والسياحية التي تحتويها هذه المدينة، وأتمنى من جميع المشاهدين زيارة هذه المواقع لما لها من طبيعة خلابة ورونق خاص. الموسيقى مرآة تتجلى فيها مدنيات الشعوب وحضارتها، وإن التاريخ لا يجلي عن تلك الحقيقة فيكشف لنا عن صور عقليات الشعوب المختلفة وتباين طرق تفكيرها في الموسيقى باختلاف العصور. تعتبر آلة القانون الموسيقية من الآلات الوترية البارزة في التخت الشرقي والعزف المنفرد، حيث أخذت مكانا مرموقا بما تتميز به من مساحات صوتية واسعة، فهي تشمل على حوالي 3 دواوين ونصف الديوان تقريبا، وذلك فإنها تغطي جميع مقامات الموسيقى العربية. في هذا المساء الرائع الموسيقي بآلة القانون يسعدنا بأن تكون معنا عازفة القانون الموهوبة نغم الدعبل. مساء الخير نغم. هلا مساء النور عايشة، أتمنى تكوني بألف خير يا رب. أسعدتينا بهذه المعزوفة الرائعة. حبيبتي شكرا. والتراثية كذلك. تسلمي. إذا نغم، للقانون بعد آخر وللقانون يعني مميز، لكن أهمية بأن تفعل الآلة الأحاسيس وأن تفعل الآلة الوجدان الداخلي في هذا الشخص. أي مزبوط. لكن نعم تفضلي. شو قد هي بتعطي القانون هيك إحساس؟ نعم. للعازف وراحة. للمستمع. لكن لاحظت نغم يعني من خلال عزفك تنغمرين بين هذه الأوتار، تقريبا تفوق 75 وتر تقريبا يعني. لكن هذه الأوتار 3 دواوين ونصف الديوان، هذه بحد ذاتها يعني تنقلك بين هذه الوتريات تحتاج إلى إتقان تام. واللي عارفة أن بالفعل نغم الدعبل من أوائل عازفات القانون في الإمارات. مزبوط. هذا بحد ذاته يجعلنا أن نكون يعني لما نستضيف نكون بالفعل منبهرين بهذا العزف الجميل، منبهرين بطريقة سلاسة هذه الأنامل الرائعة. حبيبتي تسلمي كلك ذوق. طبعا القانون يعني هي آلة، ما فينا نحكي أنه هي يعني أي آلة موسيقية، ما فينا نحكي سهل أو صعب، بس آلة تحتاج لوقت تمرين، تحتاج أنه لتركيز، فيها فصل حواس، فيها مثل ما قلتي انه انتقال من اوكتاف لاوكتاف اللي هو الديوان يعني. نعم. هذه الدواوين يعني لو نتكلم عن المقامات الموسيقيه المعروفه والمتعارف فيها، دائما القانون يعني ياخذ موضوع الحزن السبب، يعني المعزوفات هذه تاخذ موضوع الحزن. هناك كذلك بالنسبه لمقام النهاوند، بالنسبه لي يعني التخت الشرقي بحد ذاته مليء بكميه المعزوفات الرائعه. طبعا. فطريقه ان بالفعل انا ممكن اني اتقن هذه المعزوفه من هذا المقام، انا ممكن اني اتقن هذه المعزوفه واستقيها من هذا العازف الشهير. كيف نغم تدربت على هذا النظام في العزف؟
هلا بالنسبه للموسيقى بشكل عام، يعني نحن عندنا مقامات موسيقيه، وفي نعم. المقامات اللي هي بتكون شوي سعيده او بتحسي حزينة. فيها فرح، وفي شيء بتحسي انه هو حزين شوي. مثل ما حكيتي، في ناس شوي بتخاف او بتفكر انه القانون هيك بيعطي طابع حزين او هيك، هذا بيكون حسب المقام او شيء. بس لا، انا بحس انه يعني بيعطي كل شيء فيكي حسب المقام، يعني فيكي تعبري عن كل شيء بدك اياه عن طريقه. يعني اذا نستمع لمقام يبعث السعادة والتأمل مع قبل الفقرة كانت معنا الأستاذة سارة الباكري، يعني كنت تكلم عن التفاعل وعن طبعاً. المرونة وتطوير الذات، ودنا نسمع مزبوط. يعني شيء يحفزنا اليوم. يلا أكيد. يداك حقيقة. وجودنا اليوم في يعني مهرجانات موسيقية في الشارقة، يعني هي بدايتك كانت في الشارقة، مظبوط، من أوركسترا الأطفال. نعم، أوركسترا الأطفال، أطفال كانت متميزة نغم بهذا العزف. هذا بحد ذاته يعني جعل البيئة خصبة، جعل بأن المحيط الذي تعيش فيه نغم محفز بأن تواصل إلى ما وصلت إليه الآن. وجود نغم كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، مبادراتها، مشاركاتها إن كانت محلية، إن كانت كذلك هذه مشاركات في مناسبات، هذا بحد ذاته يلقن هذا الفنان وهذا العازف بأن يتدرب بشكل متواصل واستمرارية دائمة. معرفة الناس لك من خلال هذه المواقع التواصل الاجتماعية تخلق لك جمهور، كيف صح. تتعاملين مع هذا الأمر؟ طبعا هذا الشيء يعني أنا بشجعني أكثر، بصير حتى مسؤولة أكثر، إنه أنا لازم أقدم شيء يعني مثل رسالة للناس اللي عم تسمعني أو الناس اللي عم تتابعني. وبيكون في كتير كمان من المتابعين انه بيحبوا يسمعوا نمط معين، فهذا بيخليني اذا انا مش عزفته قبل بيخليني اتشجع انه لا جرب انواع جديده من العزف، او قدم شيء غريب، او قدم شيء يكون جديد يعني. جميل، على القانون. جميل، لكن بما انك انت من سكان اماره الشارقه، الجميل في نغم في كل منطقة في الشارقة، في كل معلم سياحي في الشارقة تأخذ هذا القانون وتعزف في هذا المكان، يعني بطريقة جميلة يعني، وبأمر شخصي. لا جهة طالبة نغم ولا بل هي تشعر بهذا الانتماء لهذه المنطقة أو لهذه الإمارة. مزبوط. أهمية وجود الإنسان أو الشخص بأن ينتمي لمكان معين، صح. وبأن يعبر بموهبته في هذا المكان قديه كثير مهمة. طبعا يعني أنا طبعا تربيت من أنا وصغيرة بالإمارات بشكل عام، فتعني لي كل منطقة موجودة، يعني في عندها إحساس رائع، عرفتي؟ فمثل ما حكيتي يعني كل مرة بحب نوع، بحب صور هون، بحب أعزف هون، بحب أعمل بوبليك إيفنت الناس كلياتها تسمع هذا الشيء. فهذا الشيء كمان يعني أنت بتحبي تشوفي تفاعل الناس، تفاعل الناس بيعطيكي هيك أكثر طاقة، بخليكي عن جد مبسوطة. يعني أنا بكون كتير فرحانة وأنا عم بعزف، ما بكون
خلص مركزة أو هيك، لا بكون متفاعلة كتير، بنتبه للناس شو عم تطلع أو كيف عم تسمع أو كيف عم تنصت يعني. نعم. كذلك في العزف في الأماكن العامة، الأماكن المفتوحة، تشوفين في شغف الشخص، شغف المتطلع إلى هذه الآلة، معرفة أساسيات وتكوين هذه الآلة. هاي كتير، هاي كتير بتصير معي، خصوصا تعرفي نحن دولة الإمارات فيها مجتمعات وفيها جنسيات متنوعة، فمش كل الناس بتعرف هاي الانسترومنت أو هاي الآلة شو أصلها أو شو هي أو شو اسمها حتى. يعني في كتير بتعرض لهذا السؤال، شو هاي الآلة، شو اسمها، كيف بنعزف، شو هي، كيف بلشت، شو بتتكون، شو بتشبه. يعني أنا دائما القانون أصلا كل يعني الناس بيشبهوه للبيانو الشرقي. نعم. لأنه البيانو كمان هو عبارة عن أوتار من الداخل وهيك، وكمان البيانو فيه يعني أوكتافز متكررة، وكمان القانون هو عبارة عن أوكتاف متكررة. وبس القانون مثلا منشد الأوتار عن طريق الملاوي اسمه. نعم. وكل علامة فيها ثلاث أوتار. جميل. يعني كل ثلاث أوتار هي بترمز لنغمة واحدة، وتقريبا عدد الأوتار بحدود 78 وتر. نغم يعني يقول لكل إنسان من اسمه نصيب. نغم ونغمة ولعرف أنه بالفعل نغم من عائلة موسيقية. مظبوط. يعني هذا خبر مشاهد الكرام، نغم من عائلة موسيقية، الوالد والوالدة بالفعل فنانين وموهوبين، وأخوانك بعد العافية يعني في في هذه العائلة عاملين نحن فرقة يعني تريو. فهذه الفرقة أكيد يعني أنا صراحة منبسطة، عادي تعزموني عندكم في يوم من الأيام وانبسط معاكم يعني، لأن أحب الجو الموسيقي هذا والموسيقى الشرقية الرائعة اللي بالفعل فيها الموسيقى الراقية الغير مبتذلة بحد ذاتها، هذا يشعرنا بأهمية وجود الحضارة العربية ذات الموسيقى التي بالفعل يعني الموسيقى الآن تدخل في موضوع العلاج. صح. نعم. مزبوط. وموضوع التعالج بالموسيقى، فهذا بيدخل بكل شيء، بالعلاج شي. نعم. بالريلاكس، بانك يعني تعمل هيك جو هذا الجو، بتحسي لازم محتاجه هاي النوع من الموسيقى يعني، او ممكن نعزف بطريقه هيك شوي هاديه انك انت تعملي استرخاء يعني. جميل. نغم يعني الوقت ربما يعني الحقيقة داهمنا، لكن بدنا نعزف يعني معك، نسمع أكثر، أسمع أكثر، لكن قبل أن نعزف معك شوي ودي أعرف تحدياتك اللي ربما واجهتيها في مجال العزف، هل هناك يعني كان في دعم كثير أم إنه كان يعني في تحديات كانت صعبة على نغم إنها يعني تتخطاها، لكن مع الاستمرارية والإصرار بالفعل نغم تخطتها؟ هلا أول شيء طبعا كان الموضوع هو عبارة عن بدأت بمساعدة الوالد، فكان في جهد شخصي ومساعدة فقط ودعم من الأهل، يعني ما كان في دراسة من حدا مختص، كان كله جهد شخصي. هذا الشيء خلاني كتير يعني اتمرن أكثر، هذا الشيء أنا تعبت عليه. ف يعني هذا كان تحدي لنفسي، لأنه ما حدا كان عم بيدربني بهذا بهي الآلة، ما حدا كان عم بيعطيني القواعد، أنا عم ببحث عليها بنفسي يعني. فأول شيء كان الموضوع مجرد هواية وهيك، بعدين لا أنا قررت هذا الموضوع يصير بروفيشنال وركزت فيه، تمرنت أكثر وركزت بهذا الموضوع. جميل. أنت اليوم تأكدين موضوع الحلقة أن الإنسان يجب أن يثابر، بأن ينتظم، يحترم وقته، يجتهد، فوجودك اليوم معنا ويحس شوين. نعم. بده وشوين شغفه وشو بحبه. جميل. يعني هذا بحد ذاته إثبات، لأن بالفعل وعندنا اليوم نموذج مع نغم الدعبل بأن الإنسان يجب أن يجتهد، أن يصر إذا رأى هذا الأمر ناجح وأمر مميز بالفعل يمضي في هذا الأمر ويكون يعني مميز وبصمة فريدة من نوعها. صح، بيبدع فيه لأنه بحبه يعني. جميل. إذا نغم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، سعيدة بتواجدك اليوم معي في برنامج حديث المساء. كمان رجعت شفتك. وأنا من زمان على الحقيقة ما شفتش، لكن اليوم سعيدة بهذا، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى. أكيد. في هذا أكيد البرنامج طبعا. ومنصة قناة الشرقية من كلمة تستضيف الموهوبين، وأنت فنانة موهوبة وتستحقين بأن تكوني معنا في هذا البرنامج. تسلمي. شكرا. كلكم ذوق يعني. إذا قبل أن ننهي مشاهدي الكرام، يعني سعيدة بهذه الحلقة المميزة، سعيدة بضيوفي المميزين، ألتقيكم إن شاء الله بالغد بحلقة جديدة وضيوف مميزين. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. مع السلامة.